اول ظهور اليوم عليك مع تشكيله نادي رياضي الساقس؟ والله يا الحمد لله هذا اول ظهور وان شاء الله من حسن الى احسن. اول ظهور بالنسبه لي تسمى به وان شاء الله نكمل هكاك، ونشكر سي شهاب اللي عطاني الثقه. الحمد لله كل واحد شي يقول لك اهو، ان شاء الله نكمل خير من هكا ان شاء الله. الببليك سي 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 استنى برشا من بيج ان شاء الله. ان شاء الله انا نوعد الببليك ان شاء الله باش نعطي كل ما عندي، وان شاء الله نقدم كل شيء وربي ما هيك. الحمد لله احنا كنا نتمنوا حتى ممنوع الهزيمه خارج الصفاقس، مي هذيك كره قدم عاد فيها الرابح والخاسر، لكن خاصه على ارضيه ميداننا ما نتسامحش. وك شفتوا اليوم الاولاد دونتري قدمنا المردود الايجابي بالرغم انه داخلين ونعرف النتائج تاع الفرق الاخرى، لكن باش نوريكم اللي احنا فما تحضير ذهني على المستوى الذهني للاعبين انه انديبوندامون او زوتر ريزلتا نحن اون جو بور بريزونتي لو روندمون بوزيتيف اللي جيب لنا النتيجه الايجابيه. اليوم كنا سي لو بلان روندمون nous étions très positifs, surtout aussi au niveau de l'agressivité, au niveau du percussion, de la percussion, parce qu'Alil Maloul ou Mer Hanashi nous ont apporté de la percussion au milieu de terrain qui est Mofkoud. Au niveau de création des espaces et création des occasions, aussi le CSS était très supérieur à ce niveau-là, malgré le ratage des occasions. Mais je dirais que le rendement était positif. Je félicite mes joueurs, bien que quand on a été plus ولا بكري شويه في المقابله حتى نعملوا التورن اوفر نتاع الملاعبيه اللي نصوم ان اوتر سيزيام ماتش في بريسك 15 جور، الوغ كنا نتمنى لو سجلنا على بكري وارتحنا شويه في المقابله عملنا التورن اوفر، مي سينو دون لونسومبل لي جوار نون با دي ميريتي جو لوغ فيليسيت. مازل مصرات اليوم مع السي اس اس كونتر فريق السابق ترج جرجيس. صحيح اليوم اللي كانت مقابله به كونتر ترج جرجيس كيبي معناتها العام اللي فات. الحمد لله اليوم معناتها كنا حاضرين سورتو لو بلون باش نربحوا لي تروا بوان تاعنا، وهذاك اللي صار. ان شاء الله نكملوا هكا، وبالنسبه لنا احنا معناتها نلعبوا ديما معناتها على الفيكتوار، ما يهمناش في اللي جاي. فهمت؟ هذا مجدي السي سي اس ممكن يكون بطل الخريف في حال انتصار وهزيمه تيليتوال نهار الاربعاء. يظل كما قلت لك بالنسبه لنا احنا معناتها يظل ما تهمناش اللقب هذاك قد ما يهمنا معناتها الانتصار والروندمون الباهي اللي باش يخلينا نواصلوا معناتها لماكسيموم في الشامبيونان باش نكونوا مبوتين في الاخر ان شاء الله. كوره رسرس ليش ثلاثه نقاط؟ الحمد لله يا ربي، مش كان ماهر العناشي الاولاد الكل، مجدي المصراتي يعطيه الصحه معناها في الباس نتاعو اللي عطاه لي، نشكره برشا، خدمه جروب كامله الحمد لله يا ربي. دوزيام بيوت زاد نتاع سكاري اللي معناها يعطيه اكثر ثقه معناها باش يدخل معنا في الجروب، ان شاء الله نكملوا هكا. كل جمعه معناها قاعد الافكتيف معناها عندنا افكتيف باهي، قاعد كل ماتش معناها واحد يجيب لنا في الاتراح، كل جوارات كل قاعد تخدم على الروح. ان شاء الله نكملوا هكا، وان شاء الله بالجمهور نتاعنا هذا يكون ان شاء الله قلت ربي نمشوا لبعيد ان شاء الله. انتصار مهم للسي اس اس على الترجي الجرجيسي، مش خليه في المرتبه الثانيه على بعد نقطه من اللي تو. صحيح اليوم جات فيكتوار معناها تريز امبورتونت، تعرف معناها جرجيس ماهيش فريق سهل، حاولنا نلعبوا لعبنا، قعدنا مركزين، قعدوا يلعبوا لنا على الهجمات المعاكسه، مي الحمد لله اليوم الاولاد كانوا بيان كونسونتري وعازمين على الانتصار، والحمد لله جاوا لي 3 بوان.